الفريق الثاني قدموا النقل مطلقا ولم يبالوا بالمعقولات. سمعتم بهذا الصنف؟ موجود وهو كثير الآن، وهو الأكثر على الساحة الإعلامية، أكثر المواقع الإسلامية في النت من هذا الصنف، أكثر الفضائيات التي تتحدث عن الإسلام من هذا الصنف، أكثر المراكز الإسلامية في العالم من هذا الصنف. لماذا؟ سميته في يوم من الأيام فقه الريال وعقيدته. هناك المال يروج لأفكار معينة. الحريري في المقامات يقول عن الدينار، يقول لولا التقى لقلت جلت قدرته. الدينار يغير العقول، وخليفته الدولار أو الريال كذا أيضا يفعل الشيء نفسه.